نكمل بنات حل التمارين. وصلنا لسن 8 تمرين A. Answer this question about yourself. أجب عن هذه الأسئلة. About yourself يعني عن نفسك. Have you ever told a lie? هل أخبرت أو قلت يوما الكذب؟ هنا نقدر نجاوب نقول No, I've never told lie. Okay. Number 2. Have you ever been to Lebanon? هل سافرت إلى لبنان من قبل؟ Yes, I went. تنتبهي هنا على هاي الجملة إنه الجملة السؤال بزمن the present perfect المضارع التام have و been okay والجواب كان بزمن الماضي I went okay. نكمل بنات number 3. Have you ever lost your purse? هل أضعت يوما محفظتك؟ No, I've never. هنا هاي V-E ناسيته. I've never lost my purse. Number four. Have you ever written to a friend in England? هل كتبت يوما أو أبدا إلى صديق في إنجلترا؟ هنا الجواب أيضا يكون بزمن الماضي. Yes, I wrote. والسؤال كان بزمن the present perfect. Okay, have or written عندنا والجواب كان بزمن الباست سمبل اللي هو yes I wrote. Okay, نكمل التمرين اللي بعده. عندنا هذا التمرين write the name of these countries in alphabetical order. مجرد انه ترتبين هاي الكلمات البلدان على نظام الأبجدية. وبدينا بكندا number 2 تشينا number 3 فرانس number 4 إيراك يعني على نظام الأبجدية نظام الـ alphabetical order يعني ترتيبنا الـ A, B, C, D وهكذا. أوكي رشا سعودية عربية هنا رشا روسيا سعودية عربية سكوتلاند عندك سكوتلندا سباين and عندنا الـ UAE اللي هي الإمارات والـ USA الولايات المتحدة وعندنا يمن آخر شيء. هسه بنات نيجي لهذا التمرين. هذا التمرين كلش مهم جدا جدا مهم. عندنا What are you thinking about؟ شلون هذه كوناها؟ هاي سؤال ينطيج فوق هنا كلمات متخربطة. عندش thinking you what about are. المنطوق مال السؤال شنو؟ منطوق السؤال يقولش reorder يعني أعيد ترتيب هاي الكلمات to make a question to make correct question حتى تكونين سؤال صحيح. اوكي طبعا بما انه نجي الكلمات نقراها thinking you what about area لقينا أداة السؤال بالكلمات اذا نخلي أداة السؤال بالبداية. نجي نبحث عن فعل مساعد لقينا الار نجيب الار بعد أداة السؤال. هسه نبحث بعد عن من نبحث عن الفاعل لقينا اليو ننزلها صارت what are you. هسه نرجع نبحث عن فعل رئيسي واللي هو thinking خليناها هنا و about و question mark صار السؤال what are you thinking about. Number 2 عندنا lions come and where do from elephants. نبحث أيضا عن أداة السؤال where خليها بالبداية نبحث عن فعل مساعد do خلينا do بعد أداة السؤال. نبحث هسه عن الفاعل وهو lions والelephants نخليه هنا lions and elephants. بعدها نبحث عن فعل الرئيسي بالجملة وهو come. أوكي والتكملة from صارت come from و question mark. أوكي نجي للسؤال اللي بعده number 3. عندنا restaurants have in how many eaten you. منو أداة السؤال؟ أداة السؤال هي how many. خلينا how many بداية الجملة. أوكي هنا عندنا how many يجي بعدها مباشرة الشيء المعدود أو الاسم المعدود اللي إحنا نسأل عنه. فهنا عندنا الاسم المعدود هو restaurants صارت how many restaurants. بعدها نبحث عن فعل مساعد اللي هو have. بعدها نبحث عن الفاعل هو you نزلناه. وبعد اليو نبحث عن الفعل الرئيسي بالجملة اللي هو eaten وبعدها in اللي هو حرف الجر أيضا و question mark. أوكي نكمل بنات سؤالنا الأخير أو تمريننا الأخير write the correct form of adjectives نكتب الشكل الصحيح للصفات.
عندنا number one in Iraq the oil industry is important dash than fishing. بنات بما أنه أكو than بالجملة وأكو مقارنة between الفيشنج وبتوين الأويل أندستري بين صناعة النفط وبين الصيد، إذن هاي مقارنة درجة مقارنة فنخلي more important. أوكي عندنا دليلين عليها قلت لكم شيئين نقارن بيناتهن أو نلقى ذان بالجملة اثنيناتهن تحققن. نجي على النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها I think that the beautiful buildings in Iraq are the mosques. هنا عندنا بداية الجملة I think that they وجود they إذن هذا يدل علي من على السوبرليتيف اللي هي شنو درجات التفضيل، فحخلي قبل beautiful. beautiful عندي صفة تتكون من أكثر من مقطع، خليت لها most beautiful buildings in Iraq، وهنا التفضيل كان على مستوى كل البنايات اللي بالعراق، يعني ما قارن لي بين شيئين لا، وإنما على مستوى كل البنايات اللي بالعراق، فنخلي most beautiful.